مين احسن جول كيبر في مصر؟ كلهم كويسين، بس مين يعني اكيد بتتفرج على واحد كده تقول احسن واحد فيهم؟ الاهلي دايما عنده احسن حراس مرمى في مصر. محمد الشناوي احسن واحد يعني تاريخيا، يعني تاريخيا الاهلي هو ماشي، بس هل النهارده محمد احسن واحد في مصر؟ اه محمد الشناوي، محمد الشناوي من احسن الحراس اللي في القاره يعني. طب ايه راي حضرتك في بقيه الحراس يعني احمد الشناوي وجنش وعواد و... في حد منهم بيلفت نظرك؟ عندنا في مصر مجموعه كبيره من الحراس كويسين طبعا، مواهب يعني زي ما تفضلت، جنش هايل، عواد ممتاز. يعني احنا يا ريت يبقى عندنا في المراكز كلها مواهب كده، زي ما احنا محظوظين بمواهب حراس المرمى يعني. مين احسن حارس مرمى في تاريخ مصر؟ يعني البعض يقول كابتن ثابت البطل، البعض يقول اكرامي، البعض كابتن اكرامي طبعا، البعض يقول عصام الحضري، والاكثريه تروح لعصام الحضري بالانجازات. هل بتتفق ولا حضرتك شايف ليك راي مختلف؟ تاريخ مصر للشباب يعني، ولا قصدك ايه يعني؟ لا التاريخ عامه. عادل هيكل احسن حارس مرمى في تاريخ مصر. ايوه انا عارف، انا بس حضرتك بقول لك احسن اللي انا شفته يعني فنيا، احسن حارس وشفته اللي شفته في اخره كمان. عبد الجليل، عبد الجليل حميده شفته لما كان بيلعب في طنطا، ساب الاهلي وراح لعب في طنطا، وبعدين جه دربني في النادي الاهلي، وكان عبد الجليل وهو بيدربني وانا في كان بيدربني في الناشئين، كنتش لسه طلعت الفريق الاول، كان بيدربني ويطير ويعني يوريني ازاي بيعملها عملي يعني، فدول افزاز يعني، كنت محظوظ ان انا شفتهم. كابتن عادل هيكل وكابتن عبد الجليل، دول احسن اتنين من وجهه نظر حضرتك فنيه. انا مش قادر افاضل، لان في الدو كمان في الزمالك، كان الدو ستيلا كان 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 حارس مرمى في نادي الزمالك برضو، كان تحفه يعني. ومين احسن حارس مرمى في العالم دلوقتي؟ في العالم مفيش حد، في ناس كلها قريبه من بعضها يعني. خالص مفيش ستار، مفيش حد فارق يعني، مفيش ستار حراسه. مفيش ستار، مفيش حاجه زي ميسي، مفيش زي كده يعني. بس احسن الموجودين يعني، ولا مفيش حد يعني؟ لا نوير، في ناس تقول دخيه، ناس تقول اوبلاك، ناس تقول كورتوا، ناس تقول ساعات وساعات تشتجن، ساعات وساعات. كل الاسماء دي الاسماء دي كلها ليها ماتشات وماتشات. يعني كورتوا وديشتين كل دول هايلين طبعا، بس قريبين من بعض يعني، مفيش حد سوبر، مفيش حد فيهم فارق يعني سوبر على التاني.